السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نكمل درس المتتاليات العددية خاص بالأقسام 2 تسير واقتصاد 2 لغات. العنوان الثاني هو المتتاليات الحسابية. ما معنى متتالية حسابية؟ لكي تكون UN متتالية حسابية يجب أن يتوفر فيها الشرط UN زائد 1 يساوي UN زائد R. ما معنى هذا؟ نروح ننقل UN إلى الطرف الآخر، ندير UN زائد 1 ناقص UN يساوي R، معناه نبحث على الأساس، R هو أساس المتتالية الحسابية. نديرو مثال، UN متتالية حسابية معرفة على N كما يلي. عطانا العبارة، عطانا UN يساوي 3N ناقص 5، أثبت أن UN متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول. القانون مش يقول UN متتالية حسابية، القانون ديالنا هو حساب الفرق يساوي إلى الأساس. ألوغ ندير UN زائد 1 ناقص UN يساوي R. UN زائد 1 هنا في التمرين واش عطانا؟ عطانا غير عبارة UN، معناتها نقدر نجي هنا UN نعوضها بما يساويها، ولكن UN زائد 1 ما عندناش، نروح نبحث عليه نعوض. وين كاين الان؟ نعوضوه بان زائد 1. الوغ UN زائد 1 يساوي 3، نفتح قوس نكتب ان زائد 1 نغلق القوس ناقص 5، تحصل على هذه النتيجه. نولي للقانون ونعوض UN زائد 1 هاي نتيجته، ناقص تاع القانون قلنا بعد الناقص دائما نفتح قوس لاننا نوزع الناقص على كاع الاعداد اللي تجي بعد الاقواس. الوغ نكتب UN هاي لك 3 ان ناقص 5، بعد الحساب والتبسيط نتحصلوا 3N زائد 3 ناقص 5 ناقص 3N زائد 5. 3N وناقص 3N متشابهين مختلفة في إشارة يروحوا، ناقص 5 زائد 5 كذلك نتحصلوا على 3. إذا الأساس ديالنا هو 3، الأساس يكون عدد ثابت ما فيش مجهول، ومنه UN متتالية حسابية أساسها R يساوي 3 وحدها الأول. حدها الأول هنا حنا نسميوه، كيفاش عرفت بلي راهو U0 ماشي U1؟ انطلاقا من المعطيات أن معرفة على N، كي تكون معرفة على N معناتها الحد الأول هو U0. نروحوا القانون الحد العام للمتتالية حسابية. UN متتالية حسابية حدودها عطانا UP UN هما حدود المتتالية ديالنا، والأساس ديالها طبعا هو R. القانون واش يقول؟ UN يساوي UP plus N و P في R. هذا القانون نقدر نستخرج منه عدة أسئلة اللي هما نقدر نحسب به الحدود كذلك نحسب به الأساس. ما معنى UN UP؟ هما حدود المتتالية UN. N مبدا هادو ما هما رتب الحدود ديالنا. مثال UN متتاليه معرفه كما يلي، عطانا U5 يساوي 4 U10 يساوي ناقص 11. اوجد الاساس والحد الاول، هنا القانون ديالنا. نروحو نستخدمو القانون للحد العام لمتتاليه حسابيه. UN يساوي UP plus N و P في R. نديرو تعويضات، هنا عطانا حدان، عطانا U10 وعطانا U5، بدينا U10 يساوي U5 زائد، قلنا هنا نكتب الحدود وهنا نكتب الرتب تاعهم. الرتبة هنا 10 ناقص 5، 10 ناقص 5 في R، R اللي نبحث عليه. U10 عطاهولنا في التمرين هو عبارة عن ناقص 11، عوضناه. U5 عطاهولنا 4 زائد 10 ناقص 5 تعطينا 5 في R. هذه تخرج لنا معادلة بين الدرجة الأولى. هنا التلاميذ خصوصا للأدبيين والف المجهول دائما يكون من هذا الطرف، يقدروا يقربوا المعادلة، يولينا 4 زائد 5 R يساوي ناقص 11 هو نفس الشيء. احنا نبحث على الR والمجهول، ندي 4 إلى الطرف الآخر تولينا 5 R يساوي 4، كي يروح للطرف الآخر يولي ناقص 4 ناقص 4 ناقص 11 تعطينا ناقص 15. R يساوي ناقص 15 على 5، بالتالي الأساس هو عبارة عن ناقص 3. كذلك نحسب الحد الأول. الحد الأول ديالنا بما أن المتتالية معرفة على N حدها الأول هو U0، نفس الشيء هنا ما عطناش عبارة كما في المثال السابق، لو كان عطانا عبارة نروح نعوض مباشرة. هنا نكتب بالقانون UN يساوي UP plus N و P في R. هنا عندنا حدان، عندنا U10 U5، ندو الأقرب إلى صفر باش نحسبوها. حبيتو دو U5 ولا U10 سيبو نفس النتيجة. ألو ندير U5 يساوي نحوس على U0، نكمل القانون ديالي 5 ناقص 0 في الأساس ديالنا هو ناقص 3. هي عبارة عن تعويضات، U5 عطاها لنا هي 4، U0 رانا نبحثو عليها، 5 في ناقص 3 تعطينا ناقص 15. قلنا نقلب بالنسبة للأدبيين، نديرو U0 ناقص 15 يساوي 4، U0 يساوي ناقص 15 في هذا الطرف، نقلو إلى الطرف الآخر يولي زائد 15 وصيبو U0 يساوي 19. نفس
التمرين ولكن سؤال يختلف. كتابة أو أم بدلالة أن، ما معنى كتابة أو أم بدلالة أن؟ كيقولون كتابة أو أم بدلالة أن أو يطلب منا كتابة العبارة أو أم، عبارة اللي عطاونا في المثال السابق هنا حنا راح نستخرجوها باش نستخرجوها بالقانون الحد العام. كتشوفوا استخدمته أكثر من مرة. القانون يقول أو أن إتيغال أو بي بلس أن موان بي في أخ. هنا مالفين كيقولوا نحسب الاساس ويعطونا زوج حدود، نعوضوا الحدود ديالنا. كيقولوا نحسبوا حد نعوضوا حد اخر ويكون عندنا الاساس، ولكن هنا قال لك اكتب او ان بدلاله ان. هنا او ان لا تعوض لان السؤال راهو عليها، الوغ سما نخلو او ان مجهوله يساوي او بي نعوضوا بالحد الاول المتتاليه الحسابيه. في هذا السؤال بالذات كيقول لنا اكتب او ان بدلاله ان، نقدر نكتب او بي هو حد أول للمتتالية الحسابية. الحد الأول للمتتالية الحسابية هو U0. نكمل التمرين. ألوغ ندير N ناقص B، ما معناها N؟ رتبة الحد اللي جينا قبل تساوي، كيفاش راهو؟ راهو N نخليه مجهول ناقص 0 في آخر. نعوضو U1 قلنا رانا نحوسو عليها في قاعدة U1، U0 صبناه 19 زائد N ناقص 0 المجهول ناقص ثابت ما نحسبوهش تقعد ان. الاساس تاعنا شحال اللي هو ناقص 3، بعد التعويض ان يساوي 19 ناقص 3 ان. هذا فيما يخص عباره الحد العام لمتتاليه حسابيه. نروحوا لاتجاه التغير. ما معنى اتجاه التغير؟ اتجاه التغير في المتتاليات نروح نستخدم القانون ديالنا اللي هو القانون اللي خدمناه في الاول، قانون باش نثبت انها متتاليه حسابيه، حساب الفرق بين الحدين. نديرو او ان زائد واحد ناقص او ان، نحوسو على النتيجه. هنا بما انها متتاليه حسابيه وقلنا العدد تاع متتاليه حسابيه يخرج لنا ثابت، نشوفو على حسب العدد اللي هو الاساس تاعنا. اذا كان الاساس اكبر من الصفر نقول او ان متزايده تماما على ان، اذا كان الاساس اصغر من الصفر المتتاليه او ان متناقصه تماما على ان، إذا كان الأساس يساوي صفر المتتالية أو أن ثابتة على أن. نروحو للعنوان الآخر اللي هو قانون مجموع حدود متتابعة لمتتالية حسابية. ما معنى هذا السؤال؟ نروحو نبحثو على مجموع حدود متتالية اللي هي لاسوم. لاسوم يعطوها لك في التمرين، دايما يعطونا لاسوم يقولولنا الحد اللي تبدا به والحد اللي تنتهي به. القانون واش يقول؟ اس يساوي ان ناقص بي زائد واحد على اثنين او بي زائد او ان. ما معنى هذا؟ ان ناقص بي زائد واحد اللي هي رتبه الحد الاخير ناقص رتبه الحد الاول زائد واحد تاع القانون قسمه اثنين في الحد الاول للمجموع زائد الحد الاخير للمجموع. نروح نديرو مثال او ان متتالية حسابية معرفة على ان بي، عطانا او صفر يساوي ناقص 2 واساسها ار يساوي 5. احسب المجموعين اس يساوي او صفر زائد او واحد حتى او 20 والاس بريم هي او صفر حتى او ان. هنا قانون المجموع، المجموع هو سؤال مباشر باش نحسب المجموع. القانون هو هايلك، نبدأ بالسؤال الأول. عطاونا U0 زائد U1 زائد U20. القانون واش قلنا؟ قلنا رتبة الحد الأخير ناقص رتبة الحد الأول زائد واحد في الحد الأول زائد الحد الأخير قسمة 2. هنا الضرب تبديلي، حبينا نكتبوه من الطرف الأول ولا الطرف الثاني نسيبو نفس النتيجة. نبدأ نديرو التعويضات ديالنا. واش قلنا؟ قلنا رتبة الحد الأخير شحال عندنا؟ رتبة الحد الأخير 20، 20 ناقص رتبة الحد الأول اللي هي 0 زائد 1. ما تخلطوش بين الرتبه وبين الحد. كيقول لك انا او 20 هذا كومبلي عيطوا له حد، ولكن هاد صغيره عيطوا لها رتبه. داكوغ نصيبو 21. نروحو لاو 0. او 0 حنا خدينا المثال اللي سبق، او 0 تاعنا اللي هو ناقص 2 زائد هنا او 20. او 20 ما عندناش ولكن نقدروا نحسبوها. كيفاش نحسبوها؟ نروحو نديرو القانون ديالنا تاع الحد العام. او ان يساوي او بي بلس ان موان بي في ار. هنا عندنا او 20 نحوسو عليه يساوي او صفر زائد 20 ناقص صفر ان ناقص بي في الاساس ديالنا. الو او 20 يساوي او صفر هي ناقص 2 زائد 100 صبنا النتيجة 98. اذا او 20 هو 98، نجي نعوضو ب 98 بعد الحساب صبنا النتيجة 1008. هذا فيما يخص اس. نروحو لاس بخيم اللي هي عطاهالنا او صفر زائد او واحد حتى او ان. هنا عطانا المجموع بالمجهول بالان، القانون هو نفسه رتبة الحد الاخير ناقص رتبة الحد الاول زائد واحد في الحد الاول زائد الحد الاخير على اثنين. هنا رتبة الحد الاخير راهي ان، خليها ان
ناقص رتبة الحد الأول هي صفر، نكتب صفر زائد واحد تاع القانون. في الحد الأول للمجموع راهو U صفر، U صفر تاعنا هو ناقص 2 زائد U N، حنا مخلوهاش U N، U N هي عبارة الحد العام لمتتالية حسابية. عبارة الحد العام أنا كتبناها، كيفاش نكتبوها؟ U N يساوي U P زائد N و P في R. قلنا U N لا تعوض، U P هو الحد الأول اللي هو U صفر، ألوغ نديرو أن ناقص صفر في خمسة، بعد الحساب نتحصلو على ناقص 2 زائد 5 أن، نروح نعوضها، أو أن نعوضها بما يساويها، هي ناقص 2 زائد 5 أن على 2، نكملو الحساب، نديرو عندك هنا ناقص صفر زائد واحد يعطينا واحد، تسمى نديرو أن زائد واحد هنا ما نحسبوش، مجهول والثابت لا يحسب، في عندك هنا ثابت مع ثابت ومجهول مع المجهول، عندنا ناقص 2 ناقص 2 تعطينا ناقص 4 زائد 5 ان على 2، نصيبو النتيجة تاعنا اس بريم هي ان زائد 1 في ناقص 4 زائد 5 ان على 2. هذا فيما يخص المتتالية الحسابية. باش تفهموا أكثر الدرس عليكم بحل تمارين الكتاب المدرسي 18 19 20 23 24 صفحة 260، اللي عنده أي استفسار يتصل بالمدرسة يرسلني على الإيميل ديالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الأسبوع القادم إن شاء الله.